صمم بطريقة تشبه الإنسان، قادر على إظهار مجموعة من التعابير على وجهه، بل والنظر في أعين الناس وعقد محادثات طبيعية معهم. فتحت هاشتاغي روبوت بجنسية سعودية ومشروع نيوم، تفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي اليوم مع خطوة تعد الأولى من نوعها والمتمثلة في منح الروبوت صوفيا الجنسية السعودية وجواز سفر كبادرة رمزية لمستقبل مشروع نيوم، لتكون بذلك أول روبوت في العالم يحصل على هذه الميزات. المغردون تداولوا صورا تظهر صوفيا أثناء مشاركتها في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في المملكة العربية السعودية، والذي يعد الحدث الاقتصادي الأبرز عالميا. كما تداولوا مقاطع فيديو أحدهما يوثق تواجد الروبوت صوفيا ضمن قائمة المتحدثين في المنتدى، والذي ضم مجموعة كبيرة من قادات الاستثمار في العالم. أما الآخر فقد أظهروا ردة فعل صوفيا بعد منحها الجنسية والجواز السعودي، إضافة إلى مقطع قدمت من خلاله بطاقة تعريف عن عمرها وبعض من مهامها وقدراتها.